بالنسبة لتطور المفاهيم هذه مسألة أخرى، يعني ومسألة التحليل وتطور المفاهيم، هناك كلمة لأبي حامد جميلة جدا يقول إن التعليل لا يبحث عنه إلا بعد تفسير النص في شفاء الغريب. تفسير النص شيء والتعليل شيء آخر. إذا هناك قنطرة بينهما، أو هناك ممكن أن تقول محطتان، إحداهما التفسير. فتفسير النص يرجع إليه التأويل، قضايا التأويل والقضايا اللغوية هذه ترجع كلها إلى تفسير النصوص. وهذا اللي الغرب الآن يعني وصل إلى مراحل فيه، حتى الباب الحالي هو ألف كتابا في التأويل، وهم مختلفون طبعا بين التأويل الذي يقضي بموت المؤلف وأنه لا علاقة لك به، وأن هذا الكلام فقط كأن الكلام جاء بلا إرادة وجاء بلا نية ولم يتكلم به أحد، ومن يقول إن يعني العلاقة مع المؤلف ودراسة بيئة المؤلف بيئة اللغوية. لكن بالنسبة للمرحلة الثانية والمحطة الثانية ومحطة التعليل، هذه المحطة تشمل التعليل بالكلي كالمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان، وتشمل التعليل الجزئي وهو ما يسمى بقياس التمثيل، وتشمل الاستدلال الذي فيه عملية الاستقراء أيضا، يعني تشمل ثلاثة أنواع مختلفة. وبالتالي علومنا صالحة لأن تستوعب كل، وهذا أقوله طبعا بعد كثير من المطالعات في العمر، بأن ما وصل إليه الغربيون في مسائل التحليل الجزئي للنصوص، تحليل الجملة، يعني تحليل يبدأ من المفردة إلى الجملة إلى النص كاملة، يعني هذا كله يمكن أن نتعامل معه في ثلاثة علوم: في علم البلاغة والنحو، وفي علم الأصول، ويمكن أن أضيف أيضا علم المنطق. فإذا تعاونت هذه العلوم بإمكان أن تجد تحليلا جيدا للنصوص، والله أعلم.